تضمن بليه بليه نحكيو معك على الاضرار اللي حطتكم انتم، فماش قبال فماش فما لا قبال ولا خدمه ولا حتى شيء. تشوف السرعه معناها اشتغل السرعه اشتغل بلاس من السرعه انت تشوف فيها ولد ولا مقعد مسكن دا هنا قريب على البحر معناها دا كلك تشوف السرعه كيفاش تدخل داخل تشوف السرعه برك على بعضها كلها السرعه بها تشتغل السرعه انت تشوف كنت تطلع فوق تشوف السرعه تقعد حد في مقزات تطلع معي فوق تشوف السرعه الجلد وكل شيء معناها ايش تحب تشوف معناها شيء شيء دا مش حاجه تشوف السرعه انت تشوف يعني هذه كنت كنت طلعت فوق ايش تفوق انا طلعنا فوق انتم مقصوص عليكم الضوطة ويك شوف مقصوص ما نلقى زوج مقصوصين معنا في واحدة فيها 15 ناس زوجين مش مشتغل سوحة السرعة ها ايش عارف كلنا ماشيين ها شيء فوق البطن سنة ما نلقى واحد حلوت معك بالله في البيت معك سوحة معك لا توقف ديجا دورو بالسوق، السوق فما ثلاثة حوانت محلولين نهويو باش خاطر عندنا جلد احنا. الحوانت المحلولين فيهم الجلد، الجلد يفسد. نجيو نهويو الحوانت ونروحو السوق كاملة بتغزر له، صور هاك السوق كله مسكر. وما تلفت لنا حتى واحد. جاتنا إشكالية نتاع ضو السيد معتمد الحامات بارك الله فيه. يعطيه الصحة اللي دخل هو باش ما يقصوش علينا الضو. والله أنا عندي فاتورة فيها 364 دينار مش خالصة بالعيشة في الحوانت. فماش خدمة ما فماش ناس تعبة ما اتصل بكم حد ما سأل عليكم حد ما جانا حتى واحد وما سهل علينا حتى واحد قلت لك الوحيد هو سيد المعتمد على فصل نتاع الضوء عستاك هو اللي دخل بارك الله فيه ونشكره يا صح فماش سياحة فماش قبيلة سياحة داخلية لا فما حتى شيء سياحة داخلية ناس تعبة ما فماش تغزر تكون جات تسمى حاجة تلقى الحوانت مسكرة وهذه كلها تلقاها هي تخدم وحتى المرمى ما ثماش الناس تلوج في المرمى ما لقاتش المرمى باش توكل صغارها وجات ماك الفازة نتاع 200,000 نعطيك انا حاجة تو بلاد العربي لهنا بلاد العربي لهنا ما خذاوش شكل نتاع 200 دينار يطلبوا عليهم في اوراق اللي ما ينجموش يتحصلوا عليهم ما ينجموش يعني مصعبين عليهم وبرشا ناس راهي تعبة راهي ناس بالحق ناس راهي تعبة ما لقاتش باش تعيش صغارها واقف دور انت في السوق واقف تشوف السوق كامل مسكر. عايشين عيشة كما نقولوا فيها نجو نهوي الحوانت ونروحوا أغلبية الحوانت مسكرة مش قاعدين نخدموا حتى بون بعد قداش بعد جمعة جمعتين تبدا شي واحد عربي كيفكم كيما هكا يسخف علينا زاد بالسخف يسخف باش يشري حاجة نقعدوا بالجمعتين نبيعوا حتى شيء جيت نهوي في الحوانت ثم حتى شيء معناها وما نحن الوحيدين اللي ما جانا حتى تعويض ما جانا حتى مسؤول ما جانا ما سالونيش كيفاش علاش كيفاش عايشين باش عايشين شبيك ما جات الضربه في نحن اي حاجه تجي في السياحه تبدا بنا نحن احنا الضحيه نتاعهم هما الكل احنا تبدا احنا اي حاجه تجي في السياحه ضربه السياحه من ضربه سوس هناك الضبيب في 2009 كانت تفكروه الطيارات ما خرجتش اي حاجه تاثر فينا نحن وهذه كملت علينا في الدمار حوانتنا مسكرين مسكرين يجي هو هانو هو همسنا نهو اليوم وغدو يجي وجماعة اخرين يهو راه مش كل يوم احنا اخي تخدموا بالضوء ولا قاسين عليكم الضوء لا لا نخدموا بالضوء وجو باش يقصوا ومن بعد هيك المعدل